خليني أشرح لكم شلون ممكن بسهولة وبساطة نعرف جنس الجنين بالبندول. لو فاطمة هذه هي صديقة أخت زوجة أمامكم، أوكي؟ لو فاطمة طبعاً أنا رسمتها للتوضيح. للمبتدئين بداية المهم أنه إحنا نبرمج البندول على إجابة نعم أو لا حتى نعرف إجابتنا، أوكي؟ بهذا الطريق ببساطة أقول له أعطيني إجابة نعم، شوفوا لف مع عقارب الساعة، قف أو وقف، أوكي أعطيني. إحنا نطلب منه لف مع عقارب الساعة إن كانت الإجابة نعم، لف مع عقارب الساعة إن كانت الإجابة نعم، أوكي. نفس الطريقة بإجابة لا، أعطيني إجابة لا، لاحظ إنه يلف عكس عقارب الساعة. برمجنا على إجابة نعم أو لا، نجي نعرف جنس الجنين. نوجه البندول إلى بطن الأم، لما توجهه إذا لف أمام خلف معناه ذكر، إذا لف بشكل دائري معناه جنس الجنين هو أنثى. شكرا لمتابعتكم، لا تنسى تسوي لايك وسبسكرايب أو اشتراك لقناتي على اليوتيوب، راح أنزل هذا الفيديو على اليوتيوب.